السلام عليكم. وأنا أكتب أفكار فيديو هذا الأسبوع، كنت أتوقع أني راح أصور لكم المأكولات العربية واللحوم الحلال من المحل العربي اللي في مدينتنا، واللي يعتبر من أكبر محلات اللحوم الحلال في السويد، وأنه يعدي الموضوع بسلاسة أصور وأطلع من المكان. لكن ما كنت أتوقع أنه يصير هذا الشيء، مرة يطلع لي المدير ومرة يطلع لي عامل في المحل وعامل ثاني. فيلمر بادي سمبيس يا ايه ها؟ تصور قاعد؟ ايوه قاعد اصور. ها؟ روح كلم مديره. والمدير مرة ثانية قصرت الدهن لأمباكا ما شبه حلال ما تفرق. بس عشان ما نطلع من نسق الموضوع، اليوم راح نروح جولة صغيرة في المحل العربي اللي في مدينتنا، ونسوي مقارنة بينه وبين محل سويدي من ناحية بيع اللحوم الحلال. تابعوا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبصحة وسلامة. أول شيء بغيت أشكركم على دعمكم اللامحدود في الفيديوهات السابقة، صراحة ما قصرتوا وهذا يعني الكثير ويحفزني إن شاء الله أني أتطور للأفضل. وثاني شيء، أظني أول ما ينزل الفيديو هذا يكون خلاص دخلنا في رمضان، فبغيت أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يكون شهر مليء بالرحمة والعطاء، وربي يتقبل صيامكم وقيامكم إن شاء الله. المهم يا جماعة، خلاص الحين بدينا نستعد لرمضان، اليوم الخميس أظني بكرة رمضان أو بعد بكرة، فبدينا الاستعدادات. أمس زينا شوية مع العيال. أوروبا ما تحس برمضان، يعني ما في زينة في الشوارع ولا لوحات لافتات مثل البلاد العربية، تشوف رمضان والفوانيس والناس والمساجد، وخاصة هذه السنة ما في طلعة في زمن الكورونا، يعني لا مساجد ولا إفطار جماعي ولا سحور جماعي، فربي يعيننا نكون قاعدين في البيت. فبغيت يعني أزين البيت شوية عشان أعلم العيال. الحين يعني عندي أكبر واحد 5 سنين بده يستوعبوا شوية شهر رمضان، فبغيت أعلمهم، لأن هني الأطفال في الكريسماس وعيد الفصح وما عيد الفصح هذه الأشياء كلها يعلمونها في الحضانة أو يراوهم، فهذه الأشياء اللي يحفظونها. يمكن مهم جدا أن الآباء يعلمون أطفالهم على التقاليد الإسلامية والأعياد، شهر رمضان وكل الأعياد اللي نحتفل فيها. وطبعا مع وصول رمضان لازم الاستعدادات والتجهيزات، وخاصة تجهيزات الأكل والأكلات الشعبية، وإذا أنت عايش في أوروبا صعب جدا تحصل الأكلات الشعبية والتقليدية، فما لنا إلا مكان واحد أكبر سوق عندنا يبيع اللحم الحلال. واليوم رايحين نتسوق شوي وباخذكم وياي وبعطيكم شوية معلومات عن السوق هذا، تعالوا معي. وصلنا للسوق الحين، كالعادة ما في مكان تبركن، زحمة دوم زحمة، لا كورونا ولا حجر منزلي. في السوق هذا ضربات تستوي عشان الأغراض، يقولوا لي لا تصور، فقلت له نادي المدير فبنشوف الحين. شنا في فيلم بادي سمبيس، فيلم بس يا ايش في بيقول لكم انه صوت فروقه، هو ديركت، وكان فيلم بايد يوتيوب
يوتيوب. يا فيلمة اليوتيوب صور فول كان سي حلال مات يعني باقا من هندل حلال مات يوتيوب هوري. اوكي تكال فيلمة. تشتري منها؟ بارد اليوتيوب. بارد اليوتيوب. بعد ما شرحتهم الوضع خلاص قالوا لي تقدر تصور. لاني قلت لهم اني بصور يعني لليوتيوب وغيره. بس فكروا اني اصور وثائقي ولا شيء عن الاشياء الغلط اللي يسوونها. ما ادري شو السالفه بالضبط. مثل ما قلت لكم السويد هناك برا هني بلد عربي غير مختلف جدا. طبعا المحل هذا صار له مفتوح من 2004 وتشوف كل الزباين جايه من كل الجهات من كل انحاء المدينه وخارج المدينه. يعني تشوف الناس يسافرون ساعتين ثلاث ساعات بس عشان يجوا المحل هذا ويشترون الأكلات الشعبية واللحم الحلال. هذا أهم شيء. في شيء ملحوظ بعد أن أكثر الأشياء الموجودة هنا مكتوبة باللغة العربية. يعني تحسك أنك دخلت محل عربي أصيل. مركز لبس العمان أكثرها مكتوبة باللغة العربية. هذا بعد كلها مكتوبة باللغة العربية. يعني تحصل كل شيء تبغيه. هذا العسل أنواع العسل. كل شيء موجود في السوق هذا يعتبر حلال وتقدر تتأكد يعني من خلال الطبعة هذه موجودة يكتبون عليه حلال. مثلا هذا بعد مطبوع عليه حلال. يبيعون بعد اللحوم البقر ولحوم الغنم وكل أنواع اللحوم تكون حلال بس عليها طوابير كبيرة. الحين طبعا هناك بحاول اصور لكم اياها شويه بس صعب جدا لان الناس تيجي من كل مكان عشان تشتري اللحم الحلال هذا خاصه من المحل هذا. هذا القسم اللي تستوي عليه ضربات هو قسم اللحوم. لازم تاخذ لك ورقه يعني يمكن ساعه ساعتين ننتظر بس عشان ناخذ لحم. فمو باي مكان تحصل اللحم الحلال لان اسواق سويديه ثانيه ما تبيع اللحم حلال. ما يكون فيها الذبح بطريقه اسلاميه. يعني يمكن فيه لحم بقرة أو أي شيء بس ما يكون حلال. فعشان كذا الناس تيجي المكان هذا. هذه أنواع الدجاج مثلا كلها حلال. لازم يكون مكتوب عليه حلال. شوفوا كيف المركز الثقافي الإسلامي يعني في مطبوع عليه يعني حلال. هذا أكثر شيء يخلي الناس تيجي المكان هذا لأن أكلهم كله حلال ما في أي شيء. ها؟ صور قاعد؟ قاعد أصور. ها؟ روح كلم مديرة. إذن يعني شو الناس هاي؟ أنا استأذنت من المدير. علي أحب السنتين هاي الشيء دير بات ما هو لك. أنا استأذنت من المدير. ولو استأذنت من المدير هذا الدجاج حقوق شخصية. إذا طيب مديرك وافق. إذا مديرك وافق طيب. كيف أنت لو تصور هذا الحوار أعمل فيك شغلات كتير كويسة بالحق يعني على عيني رأسي قناتك. وهذا السوق يعتبر من أكبر الأسواق في السويد. هو سوق ثاني اسمه إيكا. هذول من أكبر الأسواق. فخلونا ندخل ونشوف نسأل الشغالين هناك بعد إذا يبيعون الحلال ولا لا. شكرا. بدو أبدا مسلي حلال شت هال. حلال شت. فريست. فريست. شكلين تنسي أكسي. أفا. شت. شت. حلال شت. بصراحة لين الحين ما حصلت لحم حلال في المكان هذا. لحم الخنزير هناك ولحوم البقر هني بس مو مذبوحة بالطريقة الإسلامية. بس أتوقع هذا عليه كتابة عربية فهذا حلال. ها
المحل عندهم اللحم هذا حلال. طيب خلونا نشوف شو يبيعون بعد حلال. والله زين طلعوا يبيعون حلال يعني، لا بس في فرق كبير الصراحة. الناس شغالة هني ما حد يكلمني ولا يطالعني ولا يجيني ولا يجيب لي المدير. محل مرتب منظم ماشي بالقانون، ما عنده شيء يخبيه. وبس هذيل الشيئين الوحيدين اللي حصلتهم حلال. بس يقول بس هذيل الشيئين الوحيدين، ما عندهم شيء ثاني الا الدجاج هذا. يبرطد من كيلو فرون واحد دي هولاند مصوص لكتري عن صبيير قال في سكر دي حلال عن سمى بسكريبر انت وصدين سوم بي كان في كاسيت في كور كان صعفر دي ستور حلال عن سمى كان يتستمبل دوم كان يتستمبل عن سمى كان يتفل دوم مونغا بيلين تسير وبكذا نكون خلصنا جولتنا في المحل السويدي او السوبر ماركت السويدي هذا اسمه ويليز. هذا اعتقد عندهم فروع في جميع انحاء اوروبا. ان شاء الله عجبتكم الجوله وان شاء الله عجبتكم المقارنه هذه. فلا تقصروا علينا بالاشتراك في القناه وتعطونا لايك. وهذا اللي ورايا اكيد مستغربه ليش اصور شو اللي قاعد اسويه.